دلوقتي في حلقة جديدة من كريزي تاكسي، والنهاردة حلقة شالوم، حلقة من الحلقات اللي أنا كنت قلقان منها جدا، وهي مسهل وإحنا في انتظار الضحية. على مهلك يا ست الكل، ربنا يخليك يا ميرسي يا حاجة. مدي شوية بس عشان الشغل ان شاء الله يخليك. مدي شوية مش عناية الاثنين. فين في الجيزة؟ عند الكوبري خالص. حضرتك اساسا من هناك صح؟ من الزمن الحمراء يا حبيبي. احسن ناس. مصر جميلة، مصر بلد جميل. طبعا امال ايه؟ مشلوم خا مشلوم خا مشلوم خا راستو خريمه. الو، ايه يا رشيد؟ يا صباح الفل يا رشيد، عامل ايه يا حبيت قلبي؟ وحشتني قوي، وحشتني قوي. فين ايه يا رشيد؟ انا في الشغل، في الشغل بقالي 4 ساعات مركبش معايا غير زبون. انا كنت شغال تل ابيب نويبع، كانت الحياه حلوه قوي. كنت بقفش بال 900 وال 1000 شيكل في الساعتين، انما الحياه ناشفه قوي. لا انا ماليش علاقه بقى، انا ماليش علاقه بقصص بقى مصر وبلدنا وسينا بتاعنا، مش جوي ده، انا ماليش علاقه خالص بقى. شدي شويه يا استاذ، شدي شويه. ماشي حاضر يا استاذ، حاضر. ماشي، مين رشيل اجيبه معايا؟ يا ما هو عم بنيامين بقى مكتوب عليا، هو مكتوب عليا وعلى البطاقه بقى بنيامين. يا حبيبتي تمام. طب يلا بقى عشان انا معايا زبون، خلاص هعدي عليه اجيبه. وهيكل سليمان، لو حصل حاجة زي دي تاني لازعل منك قوي، بتحرجيني معاه. باي باي يا حبيبتي، باي باي. خلي بالك من سامحون. يلا باي باي، باي باي يا حبيبتي. معلش مدام، الولاد مجننين رشيد، الولاد الصغيرين مجننين، عامل لها استنكو خلفون. حاجة غريبة رهيبة مريعة فظيعة. مشلوم خا خلي بخوف، رقطفون، ارناؤوط، ارنائيط، كرنبوت، كرنبيت. ادي حضرتك لو عديت على حمايه خدته معايا عشان راجل مسن بس. اهو اهو حبيبي يا عم بنيامين، لا خوف ولا خطوف. مير لشلاخ، مش لشلاخ. رشيد كده تختار. اوه ريخامو. نعم؟ انتوا منين؟ احنا من، مش من مصر. هتفرق مع حضرتك احنا منين؟ بسأل يعني، بسأل اصل اللغة مش هي. ما هي احنا مش مصريين؟ عشان ايوه منين بقى؟ والله احنا من تل ابيب. في مشكلة عند حضرتك؟ وايه اللي جايب منين بقى؟ جايين بلدنا، ارضنا، مصرنا. دي بلدكم؟ طبعا. انت نهار اسود. يعني ايه نهار اسود؟ هنا ازاي مصر؟ مصر دي بلدنا ماما. نهارك اسود ومنين؟ بلدك منين؟ ماما انا هقول لك مثل يهودي معروف، احنا الاصل وانتم تلاميذ في الفصل. قولوا لنفسكم المثل ده، ما تقولوش لنا احنا. ماما اثبتي ان انت مصريه، اثبتي. جدودي مصريين وعمامي مصريين واخوالي مصريين. ايه اللي يثبت؟ انتم منين اصلا؟ انا اثبت لك ان مصر بلدي. عندي 3 اثباتات. اول اثبات ده مشلوم خا، انتم مسمينه خوفو. ده مشليك اخطو، انتوا مسمينه خفرع. ده قولها انت بقى، عرفها ده مين. هو ايه والنبي لو قلته من هنا للسنه الجايه؟ ده دول اجداد. دي مش بلدكم يعني؟ دي مش بلدكم. ماما استوب، ماما استوب. ماما انا هقول لك على حاجه، انت عايزه تثبتي انك انت مصريه، مش عارفه. انما دوري على اصلك في تله، هتلاقي نفسك ابيب. بيب بيب اهلي، بيب بيب زمالي. ايه يا وادي يا احمد، انت فين؟ لا لا ما اسموش احمد، اسمه احمد خا. تعالى لي على الجيزه. احمد خا، تعالى لي على كوبري الجيزه. هي كوبري هي كده بقى. ايه تعالى لي على كوبري الجيزه حبيب النفس وعلى القلب عزيزه بقى. ده شغل الجيزه، اهراماتنا، اهراماتنا. انا عايز اعرف دخلوا هنا ازاي. ايه تعالى لي على الاتصال، ايه تعالى لي على الاتصال. مشلوم خا، تعالى لي على اول مشلوم خا، مرخوتين تختفي. ارناؤوط، ارنائيط، كرنبوت، كرنبيت.
أرناؤوط أرنايف كرنبوط كرنبيت. ماما 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 انت ليه مش فاهمه الكونسبت. الكونسبت بيقول ان من سينا للسلوم بتاعتنا. والله بتاعتنا ده من امتى ده بقى ان شاء الله؟ احنا من امتى لما طردناكم منها ومشيتوا؟ مين انتوا؟ من سينا؟ مين انتوا؟ بس ما تعملش ايدك كده في وشي. قلبك بيموت في اسرائيل، بيموت في تل ابيب، بس انت مكسوفه تقولي موتا. انتوا غنيتوا سرقتوا اغانينا تراثنا. انت عارفه اغنيه ودارت الايام؟ انت مالك ومالها دي بتاعت السيده ام كلثوم؟ انت مالك ومالها؟ مش لوم خاره الخيام. مش لوم خاره الخيام. حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم في اللي دخلكم مصر. طب انا مش بلاش الاغنيه دي، اقول لك اغنيه ثانيه لبرضو عبد الحليم حافظ. بقول لك نزلني. كان بيقول ايه؟ قولي لي اغنيه عبد الحليم. كان فيش نزول. نزلني. مفيش نزول. كله انت قافل ازاي يخرب بيتك؟ نزلني هنا. جبار. اغنيه جبار دي مفيش نزول مصريه. انت دلوقتي في الاراضي الاسرائيليه مفيش نزول. نزلني هنا، مش عايز اروح هنا. تاشيره. تاشيره نزول. اسكت انت. تاشيره نزول. ما تتكلمش، مش فاهمه انت بتقول ايه اصلا. مخا. مخار. بس كانت مخار مش جبار. حتى اخر اغنيه انتوا سرقتوها مننا، اغنيه نمبر 1. ايوه نمبر 1 بتاعت محمد رمضان. لا دي كانت فيها دي، دي كانت منخر 1 مش لخوفني من منخر 1. كانت منخر 1. بيوتكم انتوا عايزين مننا ايه؟ انتوا فظاع. انت عارفه ان احنا اللي صنعنا كل مطربين العالم العربي بتاعكم ده؟ لا طبعا. حمو بيكا. حمو بيكا اسمه حمو بيخانطو عندنا. طب القرف. كايا مش فاهمين معنى كايا. نزلني هنا. كايا معنى ايه عندنا؟ نزلني هنا. ما فيش كايا. كايا يعني كايا. نزلني هنا بقولك. كايا. 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 نزلني هنا. هو كايا جايه من البرود اللي انتوا فيه ده. كايا جايه من قوية. نزلني هنا بقولك. كايا مفيش نزول. نزلني هنا بقولك. نزلني هنا. كمان قافل الباب عليا، ده انت هرك اسمي. ده هوديكوا في 60 داهيه النهارده. ما تقدريش مصريه. هوديكوا في داهيه النهارده يا ولاد الكلب. مشلوم خار. نزلني هنا. اه. بقولك نزلني هنا في صلاه. مشلوم خار. نزلني هنا. نزلني هنا. مشلوم خار. مشلوم خار. مشلوم خار. انت بتعملوا ايه؟ انتوا بتغنوا عليا ولا ايه؟ ده تقولوا انا ابوكوا اسود. نزلوني هنا. ما فيش نزول، احنا خاطفين. خاطفين. ما فيش نزول. ما فيش نزول. احسن الطفلك ريشك يا ابن الكلب. نزلني. اجري بالعربية. مشلوم خا. مشلوم خا. مشلوم خا. مشلوم خا. خلاص. احنا سيطرنا عليك. وهنسيطر على عقلك. بنيامين. احلف عليها اليمين. وهيكل سليمان ما تنزل من هذا المكان. وهيكل سليمان. نزلني هنا. كريزي تاكسي. حضرتك كل سنة وانت طيب. مذيع ولا لا؟ مذيع يا اتفضل. نورتني. فين في مصر الجديده؟ سبع مرات. جميله اخيبتو. جميله. جميله ايه؟ اخيبتو. ايجيبت. مصر جميله جدا، يعني هي حاجه روعه قوي. طبعا. بلدنا جميله دي. اكسكيوز مي. الو ايه يا روشيل؟ انا يا حبيبتي شغال. اله الا الله. انت عارفه يا روشيل موضوع هنا مختلف عندكم في مصر.
انا كنت شغال طلع بيب نويبع كانت الدنيا زي الفل، كنت بقفش اكتر من 1200 شيكل في 3 ساعات، انا بقالي 5 ساعات لسه راكب معايا زبون دلوقتي. يلا باي بو بو. معلش اسف على الازعاج. هيضايقك لو هعدي بس على حمايه اخده معانا؟ في مشكله؟ فين؟ حمايه بس هعدي اخده معانا. في طريقنا؟ اه مستعجل. لا لا في طريقنا، في طريقنا مش هعطل حضرتك. مش لمخاء ان اختاري مختيبي لقاتي مخاي. مشيت لفندتا؟ لفندتا تليفونيتا على ابوك. شبه اب 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 عمك عيسى. انت عارف انت شبه. نعم. لحظة هو انتوا منين؟ احنا من تل ابيب. تل ابيب ايوه. والهرم بتاعنا ومصر بتاعتنا. ايوه ايوه. ايه عندك شك في الكلام اللي انا بقوله ده؟ عند امك الكلام ده طبعا. بالراحة بس، انت ليه منفعل علينا كده؟ انت ده ضعف منك. مصري ضعيف. ضعف مني؟ مصري ضعيف. معلش معلش. على فكرة انا بكلمك وانا في قلب بلدك ومش قلقان. بالظبط. اديك قلت في قلب ايه؟ في بلد. قلب بلدك. ايوه في قلب بلدي انا. بص يا حبيبي، دور على اصلك هتلاقي نفسك بالاصل من حبيبي. على الاقل انا عارف عندي اصل، واصلي مصري اصيل. انتوا اللي ما عندكوش اصل. لو دورت على نفسك في التلة هتلاقي نفسك أصلاً. ابيب 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 بيب. ابيب ايه؟ انت اهلي بيب بيب زمالك مصري. ضايع. لا لا حبيبي انا مش ضايع، انا افهم ان احنا عندنا اهلي، عندنا زمالك، عندنا كل حاجه. مصر بتاعتنا، سينا بتاعتنا. لا وحيه امك. غلط. اقول لك ايه اللي بتاعكم؟ ما تزعلش مني. يا ريت. بلاش. بلاش ليه حبيبي؟ والله بلاش. اقول لك ايه اللي بتاعكم؟ ما تزعلوا مني. ضعف منك. بس انا هقول لك على حاجه، انت لو دورت في الاصل هتلاقي نفسك، لان انت نسخه نسخه اكزاكتلي من حنان يا ابن عمي. حنان يا ابن عمي. لحظة واحدة. تخيل بقى ان انت نسخة نسخة من حنان اللي كان في بيت الدعارة اللي جنبينا. وماله حبيبي؟ لحظة واحدة. لحظة واحدة ايه؟ حنان يبعت لي صورة على الواتساب عشان اوري الراكب اللي معايا صورتك ويعرفوا ان انت شبه حبيبي. يلا بقى. الو الو ايه يا حاتم؟ انت فين؟ حاتم بيكلم. حاتم بقول لك ايه؟ اللي هو عندنا. طيب بص، من القصر اسمه خاتم. تعالى لي. ما تهدى بقى على حالك. اهدى على حالك. اهدى على حالك، هتتروق دلوقتي. عينيا يا بابا. طيب هبعت لك ام لوكيشن دلوقتي. أه؟ تيجي لي عليه عشان في اتنين عايزين يدفنوا هنا. يدفنوا؟ اه يلا حبيبي. انت مش فاهم حاجه. يلا انت لازم تشغل دماغك. اشغل دماغي؟ آه. ده انا مش هشغل دماغي، ده انا هشغل ايدي عليكم انتوا اصلا. ده مش بايع. اه انت ضايع خالص. أنا ده مش في البلالة. طب بص قدامك يا بابا، بص قدامك. ويا ريت تركن لنا عند اي مكان هنا عشان اروقكم النهارده. حبيبي انت دلوقتي في مملكتي. على ارضي. على ايه؟ على ايه؟ ارضي. ارضي. ده انا على لك. انت بتتكلم بس زي ما بيقولوا المصريين. لا انا ما بتكلمش وبس. آه. انا بتكلم وبفعل. بفعل. اه بفعل. استنى بس هتعدل لك كده عشان ليله اهلك زرقاء معايا شكلها انت والراجل ابو برنيطه ده. يا عرر يا بلد خرجت يا بلد كلها وكلها من في بعض. انا هثبت لك حاجه يا حبيبي. ايدك جنبك. انتوا حراميه من زمان قوي. حراميه يا بلد. بلد ايه حبيبي؟ اهرامات بتاعتنا احنا اللي بنيناها. الاهرامات دي بتاعت امك. الاهرامات دي بتاعتنا احنا. ايد امك كده عنها حبيبي. ما تعليش صوتك لان ده ضعف منك. ضعف مني انا؟ طبعا. اه احنا اللي يا راجل انتوا حتى احنا الاغاني احنا بنضرب وبنجري. اغانينا سرقتوها زمان. اغاني سرقتوا. اه قول لي اغاني ايه؟ اغاني ام كلثوم. اه ودارت الايام دي كانت ومش لخاره الايام. مش ايه؟ مش لخاره. لا ما بتتقالش كده. مش مش الايام. يا حبيبي ده مين دي؟ امك اللي قالت الاغنيه دي؟ انت ما تعرفش. بس ايه ده؟ انت ما تعرفش ام كلثوم؟ ايدك جنبك. انت ما تعرفش جنبك. انت تعرف؟ اقول لك اغنيه جديده محمد رمضان بيقول نمبر 1 دي عندنا منخر 1. منخر 1. طب ما عندكوش 1 1 1 انتوا كلكم 1 اصلا. طيب انت ضعف ضعف. انتوا كلكم مصري جع جع. انزل لي بس. يلا انزل لي. يلا مش نزول. انت انزل لي. يلا على الارض بقول لك. انزل لي انت. تنزل من هنا بتاشيره مني. انزل تاشيره مني يا بلد. انزل لي يا على جنب. اوه اركن. لا هوب
هوب دي يمين هوب يمين ولد ولد الى الجنب ولد مصري الى جنبك الى جنبك مصري اركن لي اركن لك اركن لي اوعى ايدك اركن لي عشان خاطر ما اكسرلكش وش اللي جنبك ده اركن لي بقول لك وش اللي جنبي اركن لي خلاص خلاص ايدي احنا بنهزر معاك والله احنا بنهزر معاك بنهزر معاك ايه بنهزر معاك ده انت هتشوف لما ننزل ده مقلب والله ده مقلب انزل لي بس ده مقلب افتح الباب مذيع ولا منزاح مذيع مذيع اتوكلوا على الله بسم الله الرحمن الرحيم اعزائي المشاهدين اهلا بكم النهارده في حلقه جديده من الكريزي تاكسي والنهارده حلقه الصعيدي او حلقه الطار فين في المعادي مش المعادي على الكورنيش عناية التنين استرها علينا يا رب منين يا اسطى؟ انا من الصعيد الجواني جواني؟ ايوه يا اخوي يا اله الا الله قلبي مقبوض ايه بس واحد الا كده مش عارف قلقان ما فين؟ فين؟ حاسس بيهم حاسس بيهم شامم ريحتهم في كل حته هم مين دول يا اسطى؟ هم مين ايه؟ مالك يا عم عادي انت ما تقلقش انت تقلق ليه؟ استر علينا يا رب ايه يا اسطى انت ايه قفلت المسوجه ليه يا عم ما قفلتش حاجه يا عم هو بيقفل الواحد المسوجه مالك كده فيك ايه ما انت قلقتني يا اسطى فيك ايه يا اخي يا عم في ايه لا اله الا الله يا اخي يا رب يا كريم استر علينا حاسس بيهم حاسس بيهم وشايفهم استنى استنى والنبي نزلني ورا ولا نزلني على جنب انزلك ورا يعني ايه يعني جاي يعني ايه نزل اقعد يا عم فيك ايه يا عم وطرتني يا عم وطرتك ايه يا عم وطرتني يا عم سيبني في حالنا يا اخي مش رايح مشوارك طب ما خلاص بقى سيد خشمك يا عم في الطريق بقى سيد خشمك طيب لا اله الا الله يا اخي هو ده طريق المعادي يا اسطى يا عم سيبها على الله يا عم دي الطرق الزحمه والطرق بقى بحاول اشوف لك طريق سالك سالك ايه يا اسطى يا اسطى ده مش طريق المعادي خالص بقول لك ايه بقول لك ايه انت تقعد جنبي ساكت تقعد ساكت ماشي منه ليه؟ انت عاصت من سجر يا اسطى اقعد يا عم اجي اقعد اقعد يا عم لا اله الا الله يا اسطى ايه داي؟ حريدي 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 يا حريدي مين عسران؟ افتح يا عم مفاتيح شيء مفاتيح شيء انا مفاتيح شيء عايزين مني ايه؟ عايزين مني ايه اللي جابكم؟ ايه اللي جابكم؟ حريدي هقتلك يا حريدي تقتل مين؟ هقتلك ايه اللي جابكم ورايا تاني؟ ارجع بالزمن 20 سنة ورا يا هريدي انت لسه زي ما انت ما اتغيرتش يا وهدان انا ما اتغيرتش وانت يا عسران طول عمرك تعمل غلط يا منتصر والناس تحبك منتصر مين؟ ما عارفش نرجع لمرجوعنا نرجع لمرجوعنا احنا مش كنا خلصنا القديم اقعد انت ساكت سيد خشمك نزلنا اصلا والنبي مش نزول يا جدع اقعد انا هقتلك يا اهدان احنا عايزين يا عم ارجع ورا كده ما تزقنيش اقعد يا عم اقعد يا عم انتوا متخلفين ايه ده ايه ده يا عم عيب يا ولا اني طب ايه ده يا عم وعيده اني اهدى شويه يا عم وعيده يا عم ولدك معاك يا عم وعيده ولده مين يا عم نزل لنا ربنا نزل لنا والنبي كل قفلنا الدفاتر القديمه يا عم والنبي نزل لنا مين بتاع تاني ليه يا عم يا عم اقعد ساكت انت نزلني هنا انا شغل معايا ده انا عامل مشوار ده خرب اصبر عليا اصبر يابا اصبر يابا خلاص ده قفلنا الدفاتر القديمه نفتحها تاني يا عم نفتحها ليه يا عم بفتحها مع دماغي ارجع انت تاكيد انا بتذكر رجعت فاكر يا ام كي جي فاكر ايام ما كنت بتاخد المصاصه من البت هنديه فاكر وبعدين انا قاعد وساكت وحاطط في قلبي بس ايه خلصت عليهم بيدي اختار موتك بيدك اختار موتي ايوه اختار موتك بيدك يعني ايه اختار موتي يعني هتموت يعني هتموت مين اللي دالكم علي انت مشك البطال هو اللي وقع نزلوني واتخانقوا نزلوني واتصرفوا انا مش عارف الحوارات يا عم ما اعرفوش لا بس يا ولد يا عم عرفت مين اللي عيب عليك انا مش هريدي انا مش هريدي يا عم اهلي منع للتوهان هقتلكم انتوا الاثنين تقتل مين يا عم تقتل مين يا عم يا عم بس خلاص اختار موتك بايديك يا وهدان اختارها اختارها يا وهدان
اختار موت. اديله يا عصران. اوعى عيد ايه داي انت بتسب الموت. انت بتسب قرايبين. ايه هم قرايبين لك؟ دول قرايبيني واد عمي انا وابن عمي. انا غريب والله كلامك يا غريب. عاد اقتلوا ولا عم بقى ولا انا عارف. يا عم بقول انت تبع النجاي حالة. يا عم نجاح مين خليك في الطريق؟ تبع النجاي حالة. ايوه ده كرش نجاي حالة. وعيدك يا عم ده كرش نجاي حالة. ده كرش النجاي حالة. مجنون يالا. مجنون مين؟ نجاي. ده عم كرش النجاي. هات رقبتك. كرش ده كرش يالا. سيبني انا بخال. بخال. ايوه مجنون بخال. بخال مين؟ بخال. ده رجلي مين؟ ولا ولا. ده عين مين؟ انزل لي. نزيع الحلقة دي ولا منزيعش؟ يا عم نورتيني. ربنا يخليك. هدخل من شارع تاني عشان الدنيا لبش. لبش فين؟ ما الطريق حلوة. تقلقيش يا ست الكل. مش رايحة مش رايحة المساحة الهرم. هوديكي. انا قلت لك اقلى بس الطريق حلو. ماشي. اخش من طريق مختصر. في انهي طريق يا اسطى؟ انت بتحور ليه كده؟ يا ستي ما بحورش. عمال تقولي طريق ومش طريق. فيه ايه بالظبط؟ ما بحورش عليكي. امال ايه طيب؟ بقول لك ايه؟ السباحه دي ايه؟ شايفاني باكل كرانشي؟ خلاص بص قدامك. انا ما باكلش كرانشي. اركب معاه ما تخافش. انا ما بخافش. استرها علينا يا رب. انا شامم ريحتهم وحاسس بيهم على الطريق. هما مين دول؟ ربنا يستر عليك. عصابتي ولا ايه؟ يا ستي عصابتي ايه؟ ما تقلقيش. تقول يا رب بقى. ما بقول يا رب. امال اقول ايه؟ استرها علينا يا رب. ربنا يستر ان شاء الله. شامم ريحتهم وحاسس بيهم. مين دول اللي انت شامم ريحتهم دول؟ علي قالك شامم ريحتهم وحاسس بيهم. لا اله الا الله يا ربي. مصحف. مين هم دول؟ هم جم اهو. يا نهار اسود. يا ده مش عارف في وقت. ايه ده؟ ايه ده؟ في ايه؟ تهرب من مين؟ انا عصران. انا قلت انا حاسس بيهم وشامم ريحتهم. هم دول. دول اللي انا كنت شامم ريحتهم وحاسس بيهم. نزلني يا ست. نزلك ايه؟ نزلني. نزلني وقعتك بعده. اهدي 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 يا ولية. نزلني بدل ما اكسر العربيه على وشك. اكسر ايه؟ اهدي خشمك يا ولية. كلامي لما تلويك على الصبح. اكلم. بتهرب منين يا وحدان؟ نزلني. ليه ما هربتش منكم؟ ولية انا بتحبك. بقول لك ايه؟ بقول لك انا سبت لكم البلد كلها. نزلني نزلني. انا سبت البلد كلها. جيت هنا. اقعد انت يا ورا. اقعد يا ولية. اقعد يا ولية. احترم نفسك. احترم نفسك. عليا عليك بالثلاثة. بقول لك ايه؟ يلا في دماغكم. واحدة يا ابويا يتضايق من الحرمة. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ في ايه؟ انت السبب. انت اللي رحت للباشا وقلت له افكرك. قال لك ايه؟ جليل. طب انا مالي اقول لك ايه؟ بعد اذنك نزلني. هريري. يخرب بيتك نزلني. هذه الارض للنجايحة يا وهداء. نزلني. صح يا وهداء. صح يا هريري. فاكر. بس انت اللي رحت عملت معاهم كل الحاجات دي. كان لازم اخد حاجه وحاجه انت. نزلني. نزلني. يا وليه يا وليه. نزلني. يا وليه يا وليه. اقعد تتكلم انا ما تلويش. اسكت. انت بتصبط عليا ولا ايه؟ مين تعمل عصابة ولا ايه؟ عصابة ايه؟ بقول لك ايه؟ بص الحركة دي. بص الحركة دي معناها ايه؟ نزلني. نزلني. في ايه؟ انت عامل كده وخلاص. في ايه؟ قول ايه يا منتصر. يا مؤاخذة يا باشا. ده اللي انت بتعمله ده. كنت عليس العربية. لا اله الا الله. نزلني. كنت عليس العربية بسببك. نزلني بدل مخنوقك. تخنق مين؟ انا اسمح. فاكر ام 30 سنة؟ ما طلع السلاح يا ولية. بسمع طب النبي نزلني. ارجع انت نزلني. هيطلع السلاح. نزلني. مفيش نزول. قلت اسمع. امال في ايه؟ امال ايه طيب؟ انصف في حساباتي مع ولد عمي. يخرب بيتك على خطر. انصف في حساباتي معاهم. انا مالي. انصف في حساباتي. بس انا معايا عيال صغيره. مالك يا عم؟ العربيه خدتني من الصعيد. انتوا وقعكم خرب. وقعتني ايه؟ هو في طار عليك ولا ايه؟ في طار يعني ايه؟ طار. في طار عليك؟ ايوه طاري. طب ممكن انزل؟ اقعد يا سلام. ممكن انزل؟ انت قاعد على قلبك خد خبر. يا ولية يا عم. نزلني. حسابات. ما تعليش صوتك عليا. مفيش نزول. ما تبصليش كده. هو عبيدنا ولا ايه؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ طول عمرك يا منتصر. خلاص خلاص عشان خاطر الولية. نزلني مش خلاص.
أنا قررت إنكم تاخذوا طاركم مني، وأنا اللي اختار طريقة الموت. اختار أخوي. أموت بالنبع. اقتلوني بالنبع في وداني. إيه الهبل اللي أنا فيه؟ اموتوني بالنبع. قدك يا عصران. هيدي ده طلع راجل. أيوه أوي. حبيبي يا ولد. أنا اخترت المكتب نفسي. حرام عليك أنا تعبت نزلني. من بنات النجايحة. أنت مين اللي بعتك؟ نزلوني. نزلوني. كحل النجايحة. دي حواجب النجايحة. كحل النجايحة. أنا مش مرتاح لك، أنا مش مرتاح لك مساعد مكتب معايا. بقول لك إيه؟ نزلني. دي. نزلني. عيون النجايحة. نزلني. أنت أنت علي أنت علي النجاح. نزلني. أنت علي النجاح. نزلني. بلغي كلمة واحدة. عايز أقول لك على حاجة. قوم نادى علي. احنا ما لتش تمشي واحد يا ولدي، احنا ما ندش ايدينا على حرمه. هتنزل الحلقه دي رعافي، نزل الحلقه دي هنزلها في الكريزي تاكسي والله العظيم. بس انت انت ايه دخلتي على 3 ساعات كده عايز تضرب 3؟ لا وانت اللي تعملت ده ولا انت؟ يا رب نكون خفاف على قلوبكم. ده ان شاء الله يجي، ما ينفعش من اسم القناه عشان ما نحرقش انتباه. ما نورتينا وشرفتينا. لا بس بجد فظع. ربنا يخليك يا رب. بجد والله فظع. كل سنه وحضرتك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فين في المعادي؟ شارع عشان الله. استر يا رب، ما عايزش مشاكل، ما عايزش مشاكل، ما عايزش مشاكل يا هريدي. عندي ربكة، ربكة برجوازية. عندي ربكة برجوازية. برجوازية يعني بلاش طاقية، عندي حساسية. لمحتهم، لمحتهم، لمحتهم أنا. يعني قلبي مقبوض. قلبي مقبوض. كله على الله. الدنيا تسحم علينا بقى، وشغلانة ما يعلم بيها الا ربنا، شغلانة ما يعلم بيها الا ربنا. عليك قليل. ما تشتغلهاش يا عم. إيه لا يا عم، بقول لك ايه، ما تسيبني في حالي. يعني ايه ما اشتغلهاش؟ يا عم ايوه ما تشتغلهاش. وحدة عسران. عسران يا وريدي. عسران ايه اللي جابكم يا ام ديه؟ انت في وشك فجر، انت عايز تهرب. وشك فجر وضيق علي. عايز تهرب منين؟ انت ضيق يا اخي من نينا ليه؟ عايز تهرب من نينا؟ ايه؟ نينا بتحبك، عايز تهرب من نينا؟ يا عمري ما فكرت اهرب من نينا. امال ايه نينا؟ هو في جمال نينا؟ ده انا كنت ليه النهار قاعد مع نينا، بس انت السبب. اني انت يا عصران السبب. اني وهدان ده عصران. انت يا عصران السبب. ايه اللي حصل؟ قولي. اقول لك اللي حصل ايه. قولي. نسيت ان كنت نسيتوا اللي جرى، هاتوا الدفاتر تنجره. فاكر ايه ده انت؟ عشان دي حسابات بنصفيها مع بعضينا، وكنا كلنا بنقعد مع نينا. والناس تحب منتصر. منتصر مين؟ ما عارف. نرجع لمرجعنا. ايوه بيقول لك ايه مرجعنا بقى؟ اقول لك انا البيه. أيوة. واد عمك. أيوة. راح للظابط علاه. أيوة. وقلت له، قال لك ايه افكرك؟ قال لي يا عم صح. ايه داي اهدين. استنى وقف عندك، وقف عندك. استغلط في قرايبيني. ايوه يا عم، ما نحاسب انت وامك. انت بتطلع ايدي. حاسب مين انت؟ جد اللي بتقوله ده؟ ايوه جد يا عم. لا ده انا ولاد عمي على الغريب، وانت الغريب. انت غريب. انت الغريب. انت غريب. كيف يا غريب؟ طول عمرك يا غريب يا راجل. انت من نجايح. انت عصران. انت من نجايح. انت من نجايح يا عم. هتموت زي ما مات جديك. مات جديك. مات ازاي؟ جدية؟ متخزوك. مين اللي خزوك؟ جدية. جدك انت اللي خزوه. ارجع لمرجوعنا. فاكر من ايام الكيجي؟ ايام الكيجي لما كنت تاخد السندوتشات. اللي حصل؟ اللي حصل كنت تاخدها من البت هنيه. ايوه. انت مين انت؟ عم اوعى بس ما تقولش اوعى. مين هتموت انت وولدك؟ انت وولدك هتموت. ده ولدك.
اقتل والدي. ولدك خلص. خلاص. هو ده اللي عليه الدور. ده ولد. انت اللي عليك يا ولد. يا ولدي. يا محمد ولدي. محمد ولدي. محمد خضري ولدك. ايوه هو اللي عليه الدور في الطار. يا عم اوعى. اوعى يا ولد. اوعى يا ولد. ولا يهمك ولا يهمك يا عم غرف لا يا عم اوعى ايدك لك اهدي ايدك يا طباع تزغد لي يا عم وبالوالدين احسانا خلصوا على رجاله خلصوا عليه خلصوا عليه انت هتموت موتة موتة البرغوت موتة البرغوت كده كده يا برغوت النزعة انت بالمبيد الحشري واجيب رقبته خش بيه فراسيس انا اخلص عليك نزلك مين مش نزول ده انت اخلص عليك نزيع الحلقة دي ولا لا صعبك هيشوفوها والدنيا بتاع تطلع وحش انت بتضرب صعايده المشاهدين وزي ما حضراتكم شايفين دلوقتي احنا في حلقه جديده من كريزي تاكسي وحلقه مندوب المبيعات الرخم اللي بيستفز الزبون لاخر لحظه ماشي ماشي ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك فين بشار شهاب باشا؟ فيلا 5 شارع شهاب ماشي فن ما شاء الله عليك عليك شكل حضرتك كده هيبة ما شاء الله أول ما ركبت الله يخليك الله يخليك والله العظيم هيبة هيبة يعني تعيش شكرا ربنا يبارك فيك ما شاء الله عليك بشرة معاليك لونها كده واخد لون لوحده رباني حبيبي ولا حاجة بتحط كريمات معينة؟ لا يا فندم ما بستعملش مش بتستعمل حاجات؟ لا مش حابب حضرتك تجرب تستعمل كريم؟ لا لا مش حابب أنا ما عنديش مشكلة في البشرة بتاعتي عشان أحط كريم لا هي مش مشكلة واحنا عندنا ساعات البشرة بتبقى فيه بشرة حساسة من الشمس بشرة بتاخد لون مختلف من الشمس ده حقيقي انما بشرة حضرتك علشان هي بشرة عظائمية في انواع البشرات انواع في بشرة هلامية بشرة عظائمية بشرة لوندية النزع بشرة حضرتك عظائمية تدل على عظمة الشخص شكرا حبيبي تعيش بجد مع لون العينين مع الشنب الابيض بالاسود بيدي بلاك كوميدي او بلاك ميرور بيدي بلاك وبيدي اي حاجه بلاك انا مش فاهم بس شكرا اذا كان كلام كويس والله هو كلام لا اكيد يا فندم حضرتك شرف لينا والله العظيم طبعا حضرتك اكيد عارف ان الشغل مش عيب يعني طبعا مش عيب انا في الاساس مش سائق يعني مش سائق تاكسي انا في الاساس مش سائق تاكسي او في الاساس انا مش سائق تاكسي انا 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 انا, أنا, أنا معايا بكالوريوس علوم وعندي معمل صغير جدا بصنع فيه كل حاجه كيميكال وكلها حاجات كيميكال طبيعي برافو يعني كيميائيه طبيعيه يعني بيور برافو عليك الحمد لله لو حضرتك حابب تشوف معايا انا معايا دي حاجه ده اسمه جولد يعني اولد جولد يعني كل ما حضرتك تكبر تصغر سبحان الله ده ميدن فيوم بس ما يغركش انه ميدن فيوم ميدن فيوم اندر 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 سلم اندر سلم يعني تحت السلم بس مصنع جامد كبير ما يغركش وده يناسب حضرتك جدا لو ينفع مع حضرتك حاجه تحبه طب بلاش ده خالص انا معايا حاجه تانية برضو لو حضرتك حابب تشوفها اسمها ليفه مشكاح ليفه مشكاح اسمها الليفه بتنزل على جثه حضرتك ما شاء الله لو في طبقات من الجلخ ما بستعملش ليفه اي طبقات من الجلخ او الصدى يعني لو في صدى على جلد حضرتك دي اسمها ليفه مشكاح الدباح تنزل تكنس تمسح يخش بعد منها الطبقه الثانيه تنعم تصنفر تمحر تبيض ده على اساس ان انت هتعمل حيطه يعني لا ده ما هو لو حضرتك مثلا عندك يعني مثلا ممكن يبقى في طبقه خرسانيه من القشف مش بستعمل لو في طبقه خرسانيه على فكره انا بستعمل ما انا مع حضرتك وانت كده ماشي على مهلك خالص وانا بلاش حضرتك دي اسمها دي اسمها دي اسمها القروبه دي اسمها القروبه معايا القروبه دي بقى دي القروبه تخلي مراتك بعد اول حمى تدوب فيك دوبه القروبه في اول حمى تدوب فيك القروبه دي بتاعت معين يا ريس يا فندم معين يا فندم انا اللي بصنعها انا اللي حدد الحلل يا استاذ يا فندم انا اللي حدد القروبه القروبه دي معروفه في كل حته بلاش القروبه بلاش القروبه بلاش القروبه انا معايا حمام كريم يا فندم لو حضرتك حابب تشوفه حمام الكريم ده متعتق
زي بالظبط انواع الخمور الغاليه جدا. حمام الكريم ما يغركش ان هو بجناحين اسمه ما شاء الله ما شاء الله حاجه. التراب اللي فوق ده بيطير يعني؟ لا مش بيطير، ده اسمه ابو جناحين علشان اللزقه فكت فلازم تطلع لها اسم. فما دام اللزقه تفك يبقى بجناحين على طول. زي ما حضرتك شايف ده ممكن حضرتك تشم منه شمه؟ لا لا حضرتك ما لا بقرف يا راجل. لا مفيش قرف ولا حاجه حضرتك بقرف. ده حمام كريم علاج. لا ما هو انت في ايه، انت هتشممني العافيه؟ لا بلاش، يبقى ده مش مناسب مع حضرتك. معايا كريم شعر تعتيق سنه 33. لا حول ولا قوه، ده من سنه 33 الكريم ده حضرتك. لا اله الا الله، حضرتك الكريم ده لو حضرتك حبيت تجربه اسمه طرب لي وشي بسرعه. لا ارجوك محتاج طرب انت بقى والنبي. لا انا ممكن حضرتك تجربه. لا مش عايز بلاش ده خالص، بلاش يا فندم. يبقى كده من الواضح ان حضرتك مضطرب نفسيا ومحتاج اي حاجه تهدي اعصابك. مضطرب نفسيا؟ انا اشتكيت لك، هو انت دكتور نفسي ولا ايه؟ ما هو باين على حضرتك. لا انا مش مضطرب ولا حاجه ومش عايز خريج علوم يا استاذي. انا خريج علوم، مش عايز ام المنتجات بتاعتك دي. كده من الواضح ان حضرتك مضطرب نفسيا ومحتاج اي حاجه تهدي اعصابك. مضطرب نفسيا؟ انا اشتكيت لك، هو انت دكتور نفسي ولا ايه؟ ما هو باين على حضرتك. لا انا مش مضطرب ولا حاجه ومش عايز خريج علوم يا استاذي. انا خريج علوم، مش عايز ام المنتجات بتاعتك دي. بلاش المنتج ده خالص، كل المنتجات مش عايزها. عايزك توصلني وبس. دي علبه كريم، دي تعتيق سنه 23. اه لا لا طب حضرتك شم بس. سبحانك حضرتك شم. مش عايز اشم. لا 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 شم. مش عايز اشم. مش عايز. لا لا حضرتك دي ميدن طلبيه كمان. ميدن طلبيه؟ دي ميدن طلبيه. ما عندكش حاجه ميدن الطوابق؟ لا في فعلا معايا ميدن طوابق بقى. حاجه تعجبك قوي. دي ميدن طوابق. راحت فين؟ شكلك هتزهقني وانا خول ايديا. مش دي. لا شكلك هتزهقني. مش بزهق، بلاش والله هتزهقني. طب انا استاذن حضرتك وانا خول ايديا وما عنديش مراره. طيب. يعني ممكن تلاقيني قلت ادبي في كلمه. طيب لو حضرتك حابب حاجه زي كده مثلا اعمل بيها ايه بقى؟ لا دي حاجه دي. لا دي حاجه للمدام، حاجه كده اعمل لها مفاجاه. دي والمدام لما افكر اشتري لها حاجه زي دي انا هروح اشتريها من محل او هشتريها منك؟ ما ممكن تكون انت المقاس. المقاس حضرتك اضرب المقاس. خلاص بلاش دي، خلاص خلاص. يبقى نشوري حضرتك حاجه اسمها. ما لا ما تورينيش حاجه بقى بالله عليك. بوكسر الحصان. بوكسر الحصان كمان؟ بوكسر. بوكسر الحصان كمان؟ بوكسر. طب حضرتك شوفه معايا. شوف. مش عايز اشوف. شوف بوكسر الحصان. بص يا فندم، ده بوكسر الحصان، ده بوكسر اسمه بوكسر اللاف. ده اول ما تلبسه بتقلب حصان. اسمع مني، مراتك هتتبسط. طب جدا. طب شيل بقى الكلام ده. شيل بقى الكلام ده، مراتي هتتبسط ومراتي مش هتتبسط. بلاش ده. ادبك. لا ما اقصدش. وبعدين هقل ادبي عليك. طب بص ده اسمه الازرق دلومه. هتتهان. الازرق. الازرق ماشي، خليهم لك. خليهم لك. البسهم انت. ده لون البحر. البسهم انت. لون البحر يديك طاقه يا ريس. على ابو البحر، على ابو الهيزو. بيدي حضرتك طاقه يا ريس. شيلها، مش عايز الكلام ده. طب حضرتك مش هتنزل ومش هحلك غير لما تشتري مني. مش هنزل ومش هتحلني؟ لا هنزل غصب عنك. والله حضرتك ما تقدرش. والله هنزل غصب عنك. حضرتك تنفعني. تحب تشوف انزل ولا لا؟ مفيش نزول. بس اهدى كده، تعالى بس حضرتك. اهدى بس حضرتك. ايه ده؟ ايه انت هتعمل لي كده؟ بص انا اكتشفت حاجه. بقول لك ايه، ايد حضرتك عرقانه، يبقى محتاج معايا. مش محتاج. استانلس. ده اعمل بيه ايه؟ استانلس. ده اعمل بيه ايه؟ الاستانلس ده يشيل طبقه الصدى اللي على جته حضرتك. على جته حضرتي طبقه. طبقه في طبقه صدى. انت قليل الادب. لا 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 حضرتك ما تضربش. انا مش قليل الادب. مش جدع. ليه بس كده؟ عشان انت عمال تقل ادبك. انا مش قليل الادب. انا خايف عليك. تقول لي بوكسر وتقول لي اندر وتقول لي مراتك هتتبسط يا فندم. وتقول لي ليفه وتقول لي جلخ. حضرتك مش حاببني. حضرتك عشان انا شقيان وتعبان. شقيان ايه؟ شقيان وتعبان. عايز اشتغل. عايز احلل اللقمه. ما تصعبطش على امك. عايز احلل اللقمه. ما تصعبطش. انا مش بستعبط. والله هضرب امك. هضرب امي. هخزقلك عليك. تخزقلك. انت تعتقلني في العربيه. هعتقلك. طبعا. ازاي تعتقلني في العربيه؟ حضرتك حضرتك لازم نتخلص من طبعا. والله لو خدت بوكس هتطلع طاير من الشباك. يبقى انت تديني بوكس واديك صابونه لوكس. تحترم نفسك بقى يا عم. انت عبيط ولا ايه؟ انت عبيط. خلاص 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 خلاص. تعالى بقى انزل معايا. عايز اهزر معايا. بص بص بص، دي كاميرا. دي كاميرا. ده مقلب. مقلب ايه؟ مقلب. والله والله ده كريزي اكشن. ده مقلب. حضرتك بتضرب جامد قوي. انت بتتكلم بجد؟ والله ده مقلب. حضرتك بتضرب جامد قوي. حضرتك بتضرب جامد قوي. خرجتني عن شعوري. لا خالص والله. مذيع ولا ما مذيعش بقى؟ اتفضل. خلاص كويس. طيب
انا فين يا فندم؟ ايزي اتفضل يا فندم. حضرتك منور الدنيا كلها. انت اللي منور. والله حضرتك شغال هنا ولا اساسا من الجيزه؟ لا كنت هنا عند اخويا وشغال وقعت في الجيزه. احسن ناس اهل الجيزه. انت احسن. ربكم ميزهم بميزه. انا اساسا في الاصل يعني انا مش سواق يعني انا خريج كليه علوم وكده وعندي معمل صغير كده بصنع فيه حاجات كيميائيه. لو حضرتك حابب تاخد خلفيه يعني. ماشي. يعني انا معايا كريم اسمه زاولني وزاولك، ده الهم طايلني وطايلك. ده انا اللي بسمي الاسامي دي علشان دي حاجات تبقى طبيعيه وتبقى للشعب المصري. نوع الكريم ده حضرتك مجرد ما بتحطه يعني وش حضرتك زي ما انت شايف كده مليان تجاعيد وشقق من كل حته. احنا نقدر نتخلص من كل ده بالظبط في دعكه او اثنين او تدليكه او اثنين من الكريم ده. لو حضرتك حابب تجربه ده معايا، ده سعره حوالي 60 جنيه بس بعد الخصم بتاخده وتاخد عليه 8 هديه فهو كلهم عاملين 12 جنيه. تمام. ده ميدين فيوم. المصنع بتاعي انا اللي بصنع الكلام ده يدوي يعني. وكله حاجه كيميكال حاجه طبيعي كيميائيه طبيعيه فسيولوجيه نفسيه. احلى من بتاع الشوارع بالظبط. ايوه بالظبط. معايا برضو حاجه تانية، انت شكل حضرتك حد فاهم قوي، دي اسمها ليفه الدباح. دي ليفه الدباح بتشيل طبقات الجلخ من 12 سنتي لحد 37 سنتي، ومتهيألي ان عند حضرتك طبقات من الجلخ والقشر. طبقات كبيره دي بتشيلها مع اول حمايه. لا حضرتك ازاي؟ حضرتك ما تعرفش نفسك. لا ما عنديش. لا حضرتك عندك. لا انت متخلف ولا ايه؟ لا مش متخلف، انا ما اقصدش، انا بقى بشرح لحضرتك. لا انت متخلف وحمار. لا 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 حضرتك ليه غلط، انا بشرح لحضرتك. لا لا لا. طب انا هقول لحضرتك على حاجه. دي اسمها القروبه. القروبه حضرتك مجرد ما تستحمى بيها مره تلاقي مرتك بتنادي عليك تقول لك على فين يا قروبه تعالى. انت تعبان؟ لا انا مش تعبان. بلاش يا اخويا. تعبان؟ الصباح. بص يا فندم انا معايا حاجه اسمه ده حمام كريم، اسمه حمام كريم ابو جناحات الطاير. ده مشهور في منطقه الطلبيه جوه والعمرانيه ومنطقه الجيزه فيصل وفيسك. حضرتك اكيد جربته قبل كده. ده اسمه طيرني وطيرك. انت مجنون؟ لا مش مجنون. لا مجنون. لا والله. لا والله مجنون. لا مش مجنون. اصطبحت انا بوش مين على الصبح؟ لا يا فندم لا والله. والله اصطبحت بوش مين. بلاش طيرني وطيرك. لا حضرتك البوكسر ده اسمه بوكسر الحصان السائل. الحصان السائل يعني حضرتك مجرد ما تلبس البوكسر ده بتحس بحاجات غريبه جدا. بتتحول الى حصان سائل. ما بلبسهمش. بلاش عيان من غيرهم؟ ما بتتعاملش. بلاش. لا بتعامل بس من نوع حلو. ماشي من نوع حلو. ده مش حلو يعني. بلاش ده يا فندم. طيب لو بالنسبه حضرتك عندك في البيت مثلا الزوجه او حاجه عايز تجيب لها هديه ما تخبطش. مش بخبط والله. ما تخبطش. انا بوري حضرتك حاجه. انت مجنون؟ لا والله مش. بلاش خلاص. مجنون انت يعني؟ طيب حضرتك تجرب معايا زيت الوراك. ده زيت الوراك. انا هادي. لا اله مالك. ايه ده اسمه زيت الوراك. اهدى. اسمه دلكني ودلكني ودلكك يا عم. اهدى يا عم. لا اله الا الله. اهدى يا عم. مالك في ايه؟ ايه مالك؟ في ايه؟ لا اله الا الله. اهدى. في ناس روى. بس في ايه؟ خلاص بس روى 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 روى. اهدى. احنا بنهزر معاك. اهدى. بتهزر ايه؟ دي كاميرا والله. دي كاميرا خفيه. اهدى ده مقلب واحنا بنهزر معاك. ما تنفعش. اوعى تتكلم معايا كده خالص. بتكلم معاك. اوعى. لا مفيش كلام. ده انا ركبت مع واحد مجنون ولا ايه؟ مش عارف انا. انت مالك ليه مطبق ايدك عامل كده ليه؟ مش عارف في ايه. ده اسمه زيت تدليك الوراك. يا عم حاسب العربيه. لحظه واحده. اهدى يا عم. لحظه واحده. انا هادي. نزلني. انا هنزلك. حاضر. نزلني. لحظه واحده. انا بقول لك نزلني. حاضر. انت باين عليك شارب سيجاره ولا حاجه. لا انا مش طايق. فوت انت. انا لحد دلوقتي فوت حضرتك. انت مفوت. انا مش هحل. انت مش هحل. انت مفوت. لا 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 انت احنا بنهزر معاك. بنهزر. بنهزر. بص الكاميرا اهي. الكاميرا اهي. احنا بنهزر. الكاميرا احنا بنصور. ده هزار. ده هزار. ده مقلب. انت مقلب. 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 بنهزر معاك. الحلقة دي اتذاعت. اتسجلت في رمضان. ان شاء الله. في رمضان. يا عم رمضان ولا غير رمضان؟ انت مش ضربتني قدام في وشي. معلش. عايز ايه؟ مذيع ولا مذيع؟